مستمرين سوا بالحلقة من برنامج الملياردير. مستمر معنا الأخ أسعد نبيل، ماجستير في العلوم السياسية وعم بيحضر دكتوراه بالعلاقات الدولية. قبل الإعلان أسعد ثبت على 5 ملايين دينار، ما استخدم بعد ولا وسيلة مساعدة، بعده من 3 قدامك، وهلأ رايح إلى سؤال 10 ملايين. أعصابك منيحة؟ إن شاء الله تمام. يلا اختار لي فئة من الفئات. فن أو جغرافيا؟ خلينا نقول جغرافيا. جغرافيا. سؤال في الجغرافيا، ما هو أطول أنهار أوروبا؟ الفولغا، الرين، السين، الدانيوب. أطول أنهار أوروبا. والله أنا محتار بين 2، بين راين والدانوب. نهر الدانوب أعتقد هو الأطول. مارق قدامك السؤال؟ لا، بس معلومة عامة أنه النهر الراين نوعا ما أنه له اسم شهرة يعني، بس الدانوب أعتقد هو الأطول يعني. أطول. عندك وسائل مساعدة؟ أنت مثبت على كل حال، لو جاوبت وطلع غلط أنت بتاخذ 5 ملايين، بس بعد عندك وسائل مساعدة تأكد. أطول أنهار أوروبا. إذا حذفت إجابتين ما أرجع بعد يعني مثبت. بلى، إذا اشتريت يعني عم تشتري نرجعك 3 ملايين. بس أنا مثبت على. في عندك تبديل سؤال ببلاش. أعتقد الدانوب، نهر الدانوب. يعني قرار عندك، ما فيني أضغط عليك لا سلبا ولا إيجابا. عندك وسائل مساعدة موجودة وهذه الإجابات قدامك، عليك تختار. رقم 4. أنت مصر على الدنيا؟ مصر، ما بدك تستخدم وسائل مساعدة؟ أغير السؤال. يعني أغير السؤال. غير السؤال. طيب راح نغير لك السؤال، خلينا نشوف شو الإجابة الصح. فولغا. أنا شايف بين الاثنين أصلاً بعيد. فولغا. روسية. عايزين. أنا الدانوب كنت أعتقد إنه من الطرف شوي بجغرافيا بعيد، بس يعني. يلا خلينا نشوف سؤال بديل. في أي بحر تقع جزيرة سردينيا؟ بحر الشمال، البحر المتوسط، البحر الأحمر، البحر الأسود. اتوقع بحر الشمال. بحر الشمال؟ يعني البحر المتوسط ما سامع بيه، المفروض يعني مشهور اذا تعرف وهي الجزيرة. البحر مالهم شو البحر المتوسط؟ يعني مو مال الجزيرة، ما مشهورة، ما سامع بيها يعني. سردينيا. مشهورة يا زلمة، كيف مشهورة سردينيا؟ سردينيا، جزيرة سردينيا. على كل حال بعد عندك وسيلتين مساعدة، انت ثبت على 5000، اذا بتلاقي اجابتك صح فيك تجاوب وما بتخسر. تمام. لو ما عرفت تاخذ 5 ملايين. انا بغلط. 5000. 5 ملايين. على اي بحر رحت؟
أنا يعني إذا مشهور البحر المتوسط ممكن يعني، بس اختلفت الأمور. إذا هي أنا ما سمع بها، أشوف الجغرافيا بعيد نوعا ما، وسياسة رياضة ممكن. كنت تختار فن يا زلمة؟ إيه. شي غنية بتعرفها كيف طلعت؟ البحر المتوسط يعني يمكن زين. شو بدك تقول؟ نشوف البحر المتوسط. هو سداح اشتريت العفو سؤال بإجابتين. هلا اذا اشتريت بترجع ل 300 زين. جاوبت كان غلط بتاخذ 500. شوف البحر المتوسط نهائي. ان شاء الله نهائي. يا ابو علاوي كنت قايل البحر الشمالي. ايش اخذك هيك على المتوسط؟ مو إذا جزيرة مشهورة فبحر الشمال أكيد مو تكون به شهرة يعني، من هالباب لا أكثر ولا أقل. أولاً سردينيا لمن أي دولة تابعة؟ يعني لو عرفت أنا عرفت يا بحر، بس ما أعرف من تابعة بالضبط. كدولة أي دولة؟ ما عندي علم. إيطاليا. أها. وإيطاليا بحر متوسط. بالمتوسط. والجواب صح، صاروا 10.